السلة الغذائية، السلة الزراعية اللي أطلقتها الأو تي في امبارح بنص ساعة تقريبا، 200 سلة زراعية غذائية كانوا انشروا بظرف نص ساعة من عند مروان حيدر ومن بيت الزراعة. واليوم أكيد العدد رح يدوبي، ليش؟ لأنه زميلنا عبده من الصبح ناطر لهيدي السلة الغذائية. بونجور. بونجور. بونجور، يعطيكم العافية. بدنا نقول لكم كمان اليوم اعتبارا من هلا وبلشنا قبل الناس عم بتزور بيت الزراعة مكان الزلة الغذائية دعما للمزارع اللبناني، يعني من المزارع مباشرة للمستهلك للمواطن بدون أي شيء، مثل ما هن الأسعار عم بتقدم. وبدنا نشكر بيت الزراعة اللي فاتح محله ليقدم هذا الشيء لكل المواطنين. ميرسي لك مروان. ميرسي لكم. بالبدايه بدنا نعيد كل افراد الجيش اللبناني، قائد الجيش وكل الضباط. وبدي خص بالذكر، اسمح لي، خيك يوسف حيدر قائد فوج الاشغال. فوج الاشغال؟ الاشغال. خربت لي بيتي يا عم. بدنا نقول له ينعاد عليك. واكيد تحيه لقائد فوج المجول العقيد ابو هلون، مارون ابو هلون حبيب قلبي. ولكل الضباط بدنا نقول له ينعاد عليكم بعيد الجيش. نقول ميرسي كمان ل وليد نحن. بونجور وليد، تفضل لعم عمنا. بنضم صوتنا الى صوتك ومن عيدهم كمان. عم نجيب البضاعة من نقطة كثير عالية، من جرود كسروان، من منطقة أمس. نعم. أوه. أي تلوث ولا شيء، كله حتى طريق الرش. يعني الريحة فريش وأورجانيك. إذا بتزوروا بتشموا ريحة البقدونس، ريحة النعنع، حلو. ريحة البقلي، ريحة أصلا المشهد كثير حلو وراك. بس بفرجيك البقلي قد إيه. واو. هيدي البقلي. هيدي البقلي اللي عم نوزعها اليوم ضمن السلة. أكثرية المحلات اللي عم نجيب من عندها، من عند المزارعين، عم بكونوا أخذين بذورهم من عندنا. والشتول من عنا، عم نرجع نحن نكون فاركين ناخذ البضاعة اللي عندهم لحتى قد ما فينا نشجعهم ونكون وصل السلة بسعر كثير منيح للمستهلك مباشرة. شو بسعر الكلف؟ بسعر الكلفة، مش بسعر كثير منيح، من دون أي ربح. نرجع بنذكر إنه هيدي السلة هي سلة بسوقها 5000 ليرة لحالها، يلي هي الفاضية، يعني عم نستعملها البلاستيك. عم نحكي سلة البلاستيك. سلة البلاستيك اللي هي بيغسلوا فيها وبيرجعوا بيخلوها بالبيت، يعني ما بيجيبوها نصفية. نعم. بس خلينا نقول ريتا امبارح 280 خلال نص ساعة. صح، مش 200. سلة اليوم قد ما فيكم بكروا، لأن بس يخلصوا بدنا عبدو فيكم تتصلوا فينا على رقم معين. 03 يلي هو 03 00 00 910. لك يا 03 00 00 910. هلا فيكم بس تحجزوا بأسمائكم لشيلكم اياهم على جنب إذا مش قادرين توصلوا بهذه الأسماء. عبدو لحظة لحظة. بالعكس الجيش اللبناني، مشان هيك لابس مرقط انا اليوم الكسكاس والجيلي، لانه حبيبات قلبنا جيش. اكيد. بس انا في شغله ما قطعت مع عبده. عبده هو اللي اعطاني رقم ال 200، هلا صار 280. صديقي، في احد الاحزاب، في احد الاحزاب بيسلم عليك بالنسبه للارقام وبهمه تنضم له. ما كنت شربان قهوه بسيطه. بس امبارح كنت شربان عرق، مشان هيك اليوم جلسنا. ريتا ونرمي شكرا لكم، اكيد انتم مكفيين، نحن موجودين هون. ايه، ما خبرتنا السله اليوم شو فيها؟ السله اليوم فيها تفاح موسع، بندوره، خيار، كيل، بقدونس، ركا او بقلي. يعني فتوش وتحليه بعد الفتوش. نعم نعم، بكره ما في سله تنير، رح تكون فيها خضره اكثر، يعني لوبه، كوسه، كل ما يحتاجه الاشخاص لحتى يقدروا يعملوا طبخه تكفي عيله. خي رح يكون عندنا حبوب. نعم، اللي هي عايشه خانوم، حبوب الفاصوليا، رح يكون في مربيات وعصير ومشروبات حافظ لحصره صح. بس كلهم فهمتوا هدولي، كله اشتغل ايده حتى نساعد المرأة اللبنانية الموجودة بالأرياف حتى يضلوا مطارحهم ونحن بنساعدهم بالبيع. ورب البندورة عم ينطبخ هلا، بس يخلصوا الثلاثة من إذا حب تعمل أي صنف ريتا أو نرمين بالبيت عنده بالبيعة، نحن جاهزين نصرفهم. إيه ليش لا؟ رح يكون في مفاجآت كمان. وليد عنده مفاجآت مثل العادة.
مش جديد. حلو كثير. حبنا للارض هي بخلينا نشتغل بهيدا، وما قلنا الا الارض اللبنانيه. وتحيه للزكي. بالفعل اكيد بالفعل. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه، وتحيه كثير كبيره، لانه لو كل التجار، لو كل الناس عملت هيدا التكافل الاجتماعي بهيدي الفتره، ما كنا وصلنا لمطرح نسمع انه في بعض اللبنانيين عم بيعانوا من الجوع. هيدي السله اللي عم تنباع بس بسعر الكلفه، كلنا مدعوين انه نستفيد منها. شكرا كثير لكم على هذه المبادره. مروان حيدر من بيت الزراعه، المهندس الزراعي، وعبده ايضا اللي هو شريك بهيدي الفكره وهيدي القصه.